جهاز المناعة عند الأطفال بتطور بشكل طبيعي مع الوقت، وبالتالي بيحتاج لاهتمام أكثر. الطفل بعد عمر السنة بيصير فضولي وبيميل للاستكشاف، وما تستغربي إذا بيحاول يلمس كل إشي غريب من حواليه أو حتى إنه يتقرب من الحيوانات الأليفة ويلعب معها. أنا بنصحك ما تمنعي طفلك من اهتماماته الجديدة، بس اللي بتقدري تعمليه إنه تزوديه بالتغذية السليمة المهمة لتقوية الجهاز المناعي عشان يقدر الطفل يحارب الأمراض. عندنا بعض العناصر الغذائية اللي كتير مهمة لتقوية الجهاز المناعي، منها مجموعة من الفيتامينات والمعادن، أهمها الحديد مهم جداً لتطور الخلايا المناعية، الزنك مهم لعمل أنزيمات الجسم والتئام الجروح ومقاومة الالتهابات، فيتامين A مهم جداً لتطور خلايا الدم وعنده خصائص مقاومة للالتهابات، وفيتامين D بيزيد من الاستجابة المناعية وبيقلل من فرص الإصابة بالعدوى، وما ننسى معدن السيلينيوم وفيتامين C وهي مواد مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من الأمراض. ومشان تتأكدي إنه طفلك بيحصل على جميع العناصر الغذائية اللي بحاجة لإلها، أنا بنصحك بإعطائه حليب النمو المخصص للأطفال من عمر سنة لثلاث سنين المدعم بالبروبايوتكس مثل حليب نيدو 1 بلس اللي بيحتوي على هاي العناصر الغذائية المهمة، وهو مثالي لدعم جهاز المناعة عند الطفل.